والله يا بنتي انا من عسمك حلت بيه. الله يعمل سيدي ربي يوقع معاها ويكون عونها، الله يشافيها ويعافيها، الله يهز درها، الله يعمل سيدي ربي يخليها لوليدها ويخليها لشبابها يا ربي. الله يعمل سيدي ربي يحن عليها، الله يعمل سيدي ربي يوقف معاها ويكون عونها يا ربي، تشافيها يا ربي يا ربي يا ربي، وتقعد وسادها يا ربي يا ربي، يجعله ضر خفيف يا ربي يا ربي. حبيبي تنطلبك وربك وبيتها، وصليت الفجر وتندعي معاها مسكينة، حرقتني في قلبي، حرقتني حرقتني حرقتني، الله يشافيها ويعافيها، الله يوقف معاها ويكون عونها يا ربي. ومحيت نوضة بنتي رضي عليا، صباحك مبروك يا بنتي، صباحك مبروك، تصبحوا وتربحوا. السلام عليكم إخواني أخواتي بنياتي وليداتي، الله يسهل عليكم والله يسهل أموركم ويعلي درجتكم، الله يفرحكم باش تتمناو تتفرحوا معنا وتتحزنوا معنا. وشكرا لكم للدعوات ديالكم وكاع اللي اتصلوا بينا ونصحونا في التعاليق، والله شحال الحاجة استفدنا منكم. الحمد لله، اللهم لك الحمد، وانتم اكتشفوا وفاء مسكين رمزانة، دعيوا معاها الله يسهل عليكم. عاودة عاوتاني العملية دابا، داروا لها تيو هنا وجوتيو تمن، هي مسكينة تيخويو لها. فاش قلت الواد راه غتعاود العملية ما تيقاتش كاع. أنا كنت نقول المصران مع فات جات لهنا عطاوها واحد الدواء، قالوا لها حكا القبط وداك الشيء. ولا إله إلا محمد رسول الله. دابا راه عطاو لأيوب داك الشيء، دير له التحاليل ونشوفو يكون خير إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. الله يسهل عليكم كاملين، واللي مريض الله يشافيه، والله يستركم، الله يستركم من كل الآفات، والله يحفظكم. الإنسان يحدث الصحة ديالو يحدث هي الصحة، هي كل شيء الصراحة. الناس تيقول لك راه مصرانات زايدة دغيا، كاين اللي ولا قالوا لي 10 أيام دغيا ناضوا. إيوا وسع علينا الله محمد رسول الله، حتى حاجة ما سهلة والله. حنا كنا تنقولوا هكاك، هي حست شوية قالت لي خالتي صافي راه مزيان، حتى بقات تشكي من الجنب الآخر تقول لي خالتي راه تيضرني، حتى حنا تنسحبوا المصران. إيوا والله يهدينا والله يسمع لينا ويغفر لينا كاملين، تحية لكم كاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحبايب ديالنا كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. راه جيت عند وفاء الصباح هذا المصحة هنايا، الوالدة راه كاينة معاها، بات معاها هنايا، جيت عند المصحة راه مازال ناعسة كما كتشوفوا، شحال من تيو كاين هنايا، كل واحد ديالاش. وشكرا لكاع الناس اللي فادونا وعطاونا معلومات على هذا الشيء، هذا كنشكرهم بزاف بزاف، شكرا لكم بزاف يا اخواني اخواتي، الله يرحم لكم الوالدين. كاين هادي عطاو لي باش نمشي ندير لها التحليله، الشيء هذا شفتو كما كتشوف، ما شنو هاد العجب هذا كاع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحبوب والصحاب، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله رب العالمين. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو هذا، اول حاجه كنبغي نجاوب الناس اللي قال لك سير ستر هذا الشيء هذا، وانت كدير هذا الشيء باش تجمع بمرتك الفلوس وبزاف ديال الحوايج. الحاجه اللي تنبغي نقول لكم هو انت ولا انت اللي كتفرجي، لو كان الناس سترت هذا الشيء هذا، تنظن ان بزاف ديال الناس ما غاديش يعرفوا بان يقدر تمشي تفتح على المصرانه الزايده ويقدر يوقع لك كما وقع لوفاء، ويخليو لك الماء في كرشاك وبزاف ديال الامور اللي سترت انا هذا الشيء هذا. الوغ هذا الشيء كيخص الناس يعرفوه باش كلشي كياخذ واحد الفكره، باش نهار كتمشي لوبيتال عندك المصرانه الزايده كتمشي واعي، كتمشي قاري، كتمشي كتهضر مع الطبيب، عندك كذا عندك هادي عندك هادي، باش كتكون حاضي كاع المسائل ديالك. لو كان سترت انا هذا الشيء هذا، بزاف ديال الناس يقدروا يطيحوا في هذا المشكل، وبزاف ديال الناس طاحوا فيه ديجا، بزاف ديال الناس طايحين في هذا الشيء. قريت لكم كومونتير، بزاف ديال الناس وقع لهم نفس المشكل اللي وقع لوفاء، مشاو فتحوا على المصرانه الزايده، كاين اللي دوز 10 ايام، كاين اللي دوز سيمانه، رجع يدير العمليه الثانيه، كل واحد شنو وقع له. هذا الشيء ما كيخصوش يتستر، هذا الشيء كيخصنا نهضروا عليه، هذا الشيء راه كيخصنا نهضروا عليه باش تكون الشفافيه ويكونوا كاع الاطباء ديال المغرب كيديروا خدمتهم كوم الفو. وبالنسبه للناس اللي كيحسب لهم ديت وفاء المصحه عاديه، هذه ماشي مصحه عاديه، هذا كلينيك، يعني كنخلصوا الفلوس، ما كيهمنيش انا الفلوس اللي كنخلص، كون كيهمني مرتي خصها تولي بخير وعلى خير. زائد حنا كننشروا الحياه اليوميه ديالنا، حنا دخلنا اليوتيوب كتفرجوا فينا، كتفرجوا الحياه اليوميه ديالنا، كتشاركوا معنا المرض، كتشاركوا معنا الفرحه، كتشاركوا معنا اي حاجه، هذا من جهه. بالنسبه للناس اللي صونوا عليا تنشكرهم بزاف 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 بزاف، حيت صونوا عليا اطباء، صونوا عليا ناس عاديين، كاين اللي فادني، كاين لي بزاف ديال الحوايج، وراوني الطريق، وراوني بزاف ديال الامور اللي غادي نتبعهم وغادي نديرهم. وبالنسبه لوفاء شنو وقع ليها،
هضروا معايا اطباء، واغلبيه ديال الاطباء لقيت الهضره ديالهم هي اللي صحيحه. مشكل اللي وقع لوفاء هو نهار فاش درت العمليه على المصرانه الزايده، دوزت 3 ايام في الكلينيك وكان داير لها واحد تيو خارجه فيه واحد الصاشيه. هذيك الصاشيه كتخوي داك الماء اللي عندها في كرشها وداك الميكروب وداك الشيء. فاش خرجت وفاء من لوبيتال حيدوا لها داك التيو وحيدوا لها ديك الصاشيه. الوغ وليت كنرجع عندهم كل نهار ترجع لوبيتال باش ينقيو لها داك الجرح الفتحه اللي فتحات على المصرانه، وكيبقاو يبركوا عليها باش تخرج داك الماء. هو نورمالمون كان خاص يخليو لها التيو، كان خاصها تخرج بالتيو وديك الصاشيه. المهم الجرح برا، ملي رجعنا الجرح برا داك الماء ما يمكنلوش يخرج، صافي الجلد على برا راه برا، يعني داك الشيء اللي بقى راه بقى لداخل، لا بقى شي ماء ولا بقى شي حاجه، راه بقى لداخل شي دم ولا هذا راه بقى لداخل. وفاء ملي عندها الفتحه هي فتحات في الجهه اليسريه، ملي كتمشي باش تنعس التكا ما كتنعسش على جهه الفتحه، ديما كتنعس على الجهه اليمين. ملي كتنعس على الجهه اليمين كاع داك الماء وداك الشيء كلشي هبط لديك الجهه اليمينيه وتكون وتكللو ولا على شكل كره. ملي ولا على شكل كره هذا كيعطيها الحريق، يعني ما كتنعش مره كتجيها الرضه. بزاف ديال الحوايج يعني عانات منهم الناس، ما كانش كتنعس كاع بتاتا، يعني كتبقى توجع. وفاء الحمد لله كتصبر، ما كتبغيش تخلعك، كتقول لك لا صافا الحمد لله مزيان، الحمد لله مزيان هادي، ما كتبغيش تخلعني. ولكن ملي كنشوف انا كنفيق تلقى البنت ما نعسات ما حتى شي حاجه، تقول مالك ياك لاباس، كتقولي لا راه غير شويه ديال الوجع دابا يفوتني دابا هادي. وحنا مازال كنرجعوا للكلينيك. وفاء ما هضرتش في الاول على هذه المساله هذه، قلت لها راه خصك تقولي لهم راه مازال فيا الحريق، راه مازال انا كنتوجع مناش هذا الشيء هذا. ملي رجعنا للكلينيك ما لقيناش الدكتور اللي دار لها العمليه، لقينا واحد السيده واحده اخرى تمنى المساعده ديالو. هضرت مع وفاء قالت لها راه مازال كيجيني الحريق وهذا 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 وهذا. نط هذيك المساعده عطاتها واحد السيرو ديال القبض، هي حسب لها كره ما كتدخلش للطواليط، عطاتها واحد السيرو ديال القبض باش يجري لها كرشها باش المسالك هذا يتسرحوا، يعني مصارني خواو. هي قالت واقيلا راه غير السيده مقبوطه في كرشها داكشي علاش. مشات وفاء رجعت للدار دارت داك السيرو كتشربو نورمال بخير وعلى خير، مازال الحريق ما بغاش يحيد منا. غد ليه رديتها ورجعت لها الصباح بكري باش نلقى الطبيب اللي دار لها العمليه. رجعنا لعندو اول حاجه قال لك هذه كونسلطاسيون، قال له مرحبا ماشي مشكل، المهم اي حاجه نخلصوها غير وفاء تولي بخير وعلى خير. خلصنا كونسلطاسيون شافها قال لك كنحس بحال اللي عندها شي كره، وانا داكشي ما عرفتوش انا ما فهمتش. ها شنو نديرو دكتور؟ دابا غادي دير غتهز الاخر عطاني واحد الورقه قال لك شي دير لها الراديو. مرحبا قال لك غدير لها الراديو، ولا بانت لنا شي حاجه في الراديو هي هذيك، ما بانناش راه غدير لها السكانير. قلت له ماشي مشكل نديرو لها الراديو، راديو ولا سكانير اللي كان. المهم عطاني ديك الورقه مشيت قال لي واش كتعرف بدا الراديو تمشي عنده. قلت له كنعرف بزاف ديال الراديوات هنا في مكناس. قلت له الا كتعرف انت شي واحد تنصحني به. قال لي كاين واحد في البلاصه فلان فلانيه. مشيت لعندو عطيته ديك الورقه شحال هنا كنساينو تمايا باش يخرج لنا الراديو، راكم تبعتو داك الشيء في الاول. خرج لنا داك الراديو شفناه، حنا ما عرفناش شنو كاين، حنا ما قاريينش الطبيب ما عارفين شنو داك الشيء. دينا داك الراديو للدكتور الطبيب ديال وفاء اللي دار العمليه عندنا، وجا معاه واحد الطبيب واحد اخر، يعني ما جاش هو بوحدو، جاو شافوا داك الراديو. قال لك الراديو راه مزيان، رغم انني انا كنظن داك الراديو ما بزاف ديال الناس ما بان لهم والو، نورمالمون كان كيخص يدار سكانير. هو قالنا غير راديو، قالك الراديو راه مزيان قالك، ولكن مازال كنحسوا بان راه عندها شي كره هنايا. ما عطانيش يعني شي معلومات ولا شي حاجه اللي انا غادي تفيدني. قال لي دابا من بعد المصار وداك الشيء راه مزيان، المصار وداك الشيء راه مزيان، هذا كيبغي يبرئ راسو صافي، يعني راه انا خدمتي درتها كوم يلفو، يعني بلا ما تصدع راسك. قال لي دابا راه خصك تديها لشي الطبيب ديال العيالات. مشيت انا كنقلب، كنعرف ديجا واحد الطبيب هنا في مدينه مكناس، هو ماشي طبيب بليتو هو بروفيسور في مدينه مكناس، الدكتور اوتيفا، معروف في مكناس كامل، معروف بالشفافيه ومعروف بزاف ديال الحوايج، يعني بروفيسور تيدير الخدمه ديالو متقونه. مشيت لعندو، انا ما حسبليش كاينه شي علاقه ما بين بروفيسور اوتيفا والكلينيكي بن رشد، ما عرفش بان عنده شي علاقه معاهم. مشيت لعندو قلب وفاء قال لها راه عندك واحد الماء
مجموع لك تمايا، قال لا ما عرفتش واش ما واش دم، ولكن راه عندك راه كيخصك ديري عمليه باش تحيدي داكشي باش تشفطي داكشي. قلت له دكتور انا كان اللي بغيت نعرف من هادشي كامل هو واش العمليه الاولى ديال المصرانه الزايده عندها شي علاقه بهادشي اللي واقع ليها هي دابا. قال لي لا لا، حيت هو في الاول كان سولنا فين دارت العمليه، شكون الدكتور، شكون هادي، عطيتو كاع المعلومات. قال لي لا ما كاين حتى شي حاجه من هادشي هذا، وان شاء الله مازال الامور غادي تقاد وكلشي طاد هذا. قلت له دابا دكتور العمليه شنو غادي دير معنا فيها، شنو هذا؟ قالك حنا ما نهضروا دابا على هادشي، ديها للكلينيكي بن رشد غادي نديروا لها العمليه. المهم مشيت ديت وفاء لتمايا حطيتها، بقيت كنساين شويه. عيطوا لي في الاداره قالوا لي واش عارف الثمن ديال هذه العمليه هذه. قلت لهم لا، ما هضرت مع الدكتور اوتيفا ما قال ليش الثمن، قال لي يكون خير ان شاء الله. قالت لي واحد شويه دابا رد عليك. قلت لها مرحبا واخا لا صافي. مشيت بزاف ديال الناس عاوتاني عارفهم يقولك كتهضر على الثمن لا وهذا، انا الثمن ما كيهمنيش، انا كنعطيكم غير معلومات باش بنادم يستافد، باش بنادم يعرف، باش ملي يكون مثلا مرتك فيها الحريق ولا انت فيك الحريق عندك الفلوس راه تعرف فين تمشي، ما عندكش الفلوس بلا ما تحمق راه تمشي للكلينيك. المهم العمليه الاولى دات ب 6000 درهم، والعمليه الثانيه قالوا لي 12000 درهم، يعني 1,040,000 ريال. صونات عليا قالت لي هبط لعندي، هبطت عند الاداره قالت لي راه العمليه كنديروها ب 12000 درهم. قالت لي واش عندك لاميتيوال، واش عندك شي حاجه؟ قلت لها ما عنديش لاميتيوال. قلت لها واش يمكن لوش ينقص لنا شويه؟ قالت لي دابا رد عليك ولا صونات عليا، قالت لي راه غادي يعني نخليوك ب 10000 درهم. قلت لها المهم الفلوس ما كتهمش، المهم هو المراه تولي بخير وعلى خير. صافي مع ديك الثمانيه ديال الليل بحال هكاك جا الدكتور اوتيفا هبطها للبلوك، دار لها العمليه وبالحضور ديال الدكتور الاولاني اللي دار لها العمليه ديال المصرانه الزايده، حتى هو هبط معاه للبلوك. انا اللي كنعرف لو كان الدكتور الاولاني دار لها عمليه يعني ومتاكد من العمليه ديالو بانها دازت كوميلف وما كاين حتى شي خطا، غيكون متيقن في راسو. اول حاجه تقلاب اللي قلب وفاء المره الاولى ما كانش غيجيب مع طبيب واحد اخر، ثانيا ما كانش غادي يهبط مع بروفيسور اوتيفا للبلوك باش يشوف العمليه كيفاش غادي تدوز وغيشوف داكشي بعينيه، وما كانش كل مره غادي يبقى يجي يطلع على وفاء. يعني كنعرف انا الانسان فاش كيكون متيقن من الخدمه ديالو هذا صافي، تيكون عارف راسو بان داكشي دارو مضبوط، ما عندهم لا شي خوف. وكنشكر مره اخرى الناس اللي تعاونوا معايا وصوناو عليا وعطوني الافاده وشرحوا لي مزيان، وهادشي اللي قلت لكم نتيجه على خطا طبي. بزاف ديال الناس كانوا داروا العمليه على المصرانه الزايده كدوز 10 ايام كيوقفوا بخير وعلى خير، ما كيعاودوا يسولوا لا في مرض لا في حتى شي حاجه، وكاين بعض الناس كيوقع لهم بحال هادشي هذا. المهم الحمد لله على اي حال وفاء البارح داز واحد المرحله اللي خطيره، كاع العائله تخلعات، جات خالتي طلعت عليها مشات مخلوعه، جدتي شحال وهي كتبكي، ديال الوالده لما راه الدار كلشي تخلع عليها حقاش فريمون صافي، كانت بحال غادي تغيب والصفوريه طلعت ليها في وجهها. صافي الحمد لله دابا يلاه عاد توقضات شويه الحمد لله ونشكره. كنشكر اي واحد ساعدني وكنشكر اي واحد سول على وفاء، وكنجاوب مره اخرى الناس اللي تيقول لك علاش كتصور هذا الشيء، علاش كدير، علاش كتفعل. لو كان ما نصورش هذا الشيء هذا راه كيبقى مخبي، وبزاف ديال الناس تا كيطيح في نفس المشكل عاد كيولي يعرف، عاد كيولي مطرق. وكاين بعض الناس تيقول لك علاش ايوب ما بدلتيش الكلينيك، علاش ايوب ما درتيش هادي، علاش ايوب ما درتيش هادي، ما عندك فين تمشي. مكناس مدينه اللي هي صغيره، ماشي حنا في الرباط ولا حنا في كازا ولا عندك لو شوا فين غتمشي تختار، ولا عندك لو شوا ديال انك غتمشي كاين بزاف ديال الاطباء ولا بزاف ديال هذا. عندنا حنا في مدينه مكناس اطباء محسوبين على رؤوس الاصابع، اللي معروفين وعندهم خدمه مزيانه محسوبين على رؤوس الاصابع، يعني ما عندكش الاختيار بزاف، كتخاف انك تمشي دير واحد الخطوه واحده اخرى وتصدق نادم اكثر، تصدق الله يستر تديلك الروح ديال مرتك ولا تديلك توقع في مشاكل كثار من هكايا. الوغ كتمشي واخا غادي واخا ما كيهموش الفلوس، ما كيهموش بزاف ديال الحوايج، ملي كتختار واحد بحال دابا البروفيسور اوتيفا معروف في مدينه مكناس كامل، يعني كلشي كيشكرو، كلشي ما عندوش معاه مشكل، كلشي عارف كيفاش كيدوزوا العمليات ديالو، كلشي عارف الخدمه ديالو. ما عنديش لو شوف فين غنمشي انايا،
صافي ملي قال لي الدكتور اوتيفات الدار بن روش غادي الدار بن روش ما عندي ما ندير، انا كنشوف مرتي خصها تولي بخير وعلى خير، هادشي اللي كنعرف. المهم مشاهدينا الكرام ما نطولش عليكم، شكرا لكم بزاف وتحياتي لكم، وكنبغيكم كنموتوا عليكم يا احلى عائله بهجاويه. وشكرا لاي واحد سول في وفاء، بزاف ديال الناس قال لك علاش ما صورتيش باش نطمئنوا على الحاله ديال وفاء. هذا الفيديو درته باش نقول لكم بان الحاله ديال وفاء هي في تحسن، وتحياتي لكم وكنبغيكم وكنموت عليكم يا احلى عائله بهجاويه، وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.